تنظم الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس الدورة الثانية للمنتدى الجهوي للفلاحة المستدامة تحت شعار الفلاحة المستدامة نموذج لإنتاج يحافظ على نظامنا البيئي على مدى يومين من 22 إلى 23 أكتوبر بفندق ماريو جنان فاس بالاس. تحويل مساحات الحبوب في المناطق المتسمة بالهشاشة والمرضدية المنخفضة تحوى انضمادات مردودية مرتفعة محافظة على التربة وتساهم في خزن الكربون. بمشاركة المديرية الجهوية للفلاحة، المركز الجهوي للبحث الزراعي، المدرسة الوطنية للفلاحة، المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية، الفيدرالية البيمهنية للفلاحة البيولوجية بجهة فاس مكناس. مساحات علاش؟ حيت الشهر ست دابا رجعوا لها في شهر سبتمبر الأخير الحكومة بممتلك وزارة الفلاحة والصيد البحري آنذاك، وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة من جهة، والأمابيو اللي غترجع في مابيو من تعلية. فالهدف ديالنا الدراسة هذه كان هو نعرفوا كيفاش الفلاح بدا كيشوف ولا كيفاش كيتمثل هذه التغيرات في الاقتصاد الوطني بالعقار، اي اما كراء الاراضي او دخول في شراكات مع البعض مع بعض الفلاحة. وقد عرف هذا المنتدى عدة مداخلات وشهادات وتجارب مهنيين حول النتائج المحققة في مجال الفلاحة المستدامة، ابتكارات وتقنيات النهوض بالفلاحة المستدامة، الممارسات التكييفية للاستغلاليات الفلاحية لاستدامة الزراعة في مواجهة التغيرات المناخية، دراسة حالة السهول المنحدرة في المغرب، ديناميكية التنظيمات المهنية الفلاحية حول المشاريع المقاولاتية المستدامة، وبصفة عامة الحالة الراهنة للفلاحة البيولوجية بالمغرب. هذا المنتدى ديال الفلاحة منتدى غادي تبادل الخبرة ما بين كاين تدوى بعض الأساتذة من برا كيجيو من برا كنديرو تبادلو معاهم الخبرة، وهاد الزيارة ديال وهاد المنتدى كيجيو فيه الفلاحة وكياخذوا نموذج، وكنتمناو إن شاء الله هاد الشباب يبقاو يجيو لهاد المنتديات وينقلوا منهم هاد الشيء، هاد المزروعات، هاد الفلاحة، هاد المنتوج الفلاحي. ولكن هاد المنتوج الفلاحي إن شاء الله كنتمناو وزارة الفلاحة وبصفة عامة أو لا البرنامج باش يدافعوا على هاد المنتوج الفلاحي لأن التسويق، بحيث أنه السنة الماضية كما تعلمون ضمن المنتدى الأول وكان يعني عرف واحد النجاح كبير، ولهذا اليوم نعيد الكرة باش نديروا منتدى ثاني فيه يومين اليوم وغدا اللي غادي يكون فيه الورشات، وعدد كبير ديال المتدخلين خبراء في الميدان الفلاحي وخصوصا فيما يخص الفلاحة البيولوجية. واليوم ما حضرش معنا وزير الفلاحة، اولا احنا ما جينا من اجل باش نشكيو الهموم ديال الفلاحه على وزير الفلاحه سي عزا خنوش ما حضرش معنا اليوم، بغينا نعرفوا علاش. احنا بالنسبه للرئيس غرفة الفلاحيه دائما حاضرين معاه ودائما معانا، ولكن بغينا نشكيو الهموم ديالنا والهموم ديال الفلاحه على وزير الفلاحه باش بغينا الحلول. احنا جينا من اجل الحضور ديالو باش نديروا المداخله ديالنا ونهضروا معاه هو، ولكن هو ما جا ما حضر لا هو لا رئيس الجهه ما ايوا انا كنعتبره في الحقيقه خصو يحضر. واش ما رضاش بينا؟ واش ما بغيش نفهم؟ حير خرجوا منها واحد المعدات بزاف القطنيه اللي هي خرجنا منها فقاس، فقاس بالعدس، فقاس بالحمص، فقاس بالفول اللي هو فيه الحار وفيه الحلو. عندنا حنا لا فالوريزاسيون اي لا كوميرسياليزاسيون ديال لي فيغ، عندنا بحال دابا هنا سو فورم ديال لي سيريال، وعندنا لي بول انرجيتيك. كنتمنوا انه نلقاو فرص واحده اخرى غادي نزيدو ان شاء الله في هذا الميساج.